فكرنا اننا نطوروا المشروع باننا نديروا لواحد التطبيق اللي يكون في المتناول ديال الجميع، اللي غادي يكونوا فيه جوج ديال لي زانترفاس، واحد التطبيق خاص بالدراجين وتطبيق خاص بالناس اللي كيقلبوا على وسيله النقل. المشاكل اللي كتعاش في الدار البيضاء، واخا كنعرفوا ان مجموعه ديال وسائل النقل المتوفره في المدينه ما كتلقى المشكل ديال الوقت اللي كتسنى باش يوصل لك داك وسيله النقل. حنا هذه الوسيله ديالنا يمكن لك تاخذها من الدار ديالك ولا من العمل ديالك. ان فوا تفكر انك تخرج من الخدمه تمشي للدار ولا تخرج من الدار، يعني ما يكفي انك تستعمل التطبيق ويجي عندك سائق الدراجه حتى المكان اللي بغيتي فيه. التنقل بالدراجه الناريه كاين في جميع المدن ولكن بطريقه عشوائيه. احنا فكرنا ان نخرجوه للوجود بطريقه سليمه قانونيه اللي غادي تقدر تعرف على السيد اللي غينقلك عبر تطبيق ذكي. يعني كان في هذه التجربات تلقاها في مارشي كريو، تلقاها في القريعه، تلقاها في عده مناطق. من المشكل اللي كاين ان الناس اللي قد يهزك ما كتعرفوش، دونك قد يوقع مشكل في الطريق السرقه ولا شي حاجه. حنا فكرنا اننا هذا التطبيق يكون ما بين ناس معروفين والمعلومات الشخصيه ديالهم كنكونوا محتفظين بهم حنا، اللي نقدروا نتدخلوا في اي وقت.